وبعدها جه دور الدراويش بتوعنا وشاوروا على الاسم اللي مكتوب في القرآن وتبنوا القصص اللي فيه، وبقوا يحكوها ويزيدوا فيها ويعطلوا قواعد اللغة اللي اتهتكت عشان يشربونا القصص، واخترعوا لنا ان مصر ارض الانبياء بعد ما كان اسمنا ايجيت جيب بتاح ارض الاله، رضينا بسذاجة دينية وبدون تمن عادل نكون ارض المرضى والمنافقين اللي بيتكرر فيها مجيء الانبياء لشدة الكفر والعناد، بمعدل 4 رسل و52 نبي لعشيرة واحدة في فترة وجيزة. ونسونا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وكل أمة ما خلا فيها نذير. ولساننا عمره ما كان سرياني أو بدوي أو عبري سبقي ولا صنعاني. وصمونا بالفراعنة الجبارين المتكبرين على الله اللي بيستعبدوا الناس ويسخروهم ويبيعوهم في الأسواق. والحاكم بتاعنا مين مكان؟ هو فرعون الملعون، مع ان ده كله ثقافة عربية وعمر ما كان عندنا عبودية او تجارة رقيق او حاكم وشعب على غير ملة التوحيد في زمن القدماء السلف الصالح قبل ما نفقد جيشنا ونصير ملطشة الامم. لكننا ولحد دلوقتي اي حد فينا من جميع انحاء الجمهورية لما يروح القاهرة يقول انا رايح مصر بعفوية وتلقائية من غير اي تكلف، لانه مازال في وجداننا ان العاصمة اللي انشأها العرب سموها مصر.